هي لا دوزيام اديسيون انا هذه المره الثانيه اللي تصير في جربه وسي با غراتوي ما جاش من الفراغ خاطر الجولف تجربه تحسن بصفه غريبه في العشر سنين اللي فاتوا حتى في الفتره نتاع الكريز نتاع السياحه التونسيه من 2015 تو ما هبطناش يدينا نصرفوا لكن نصرفوا باش نحسنوا مش نصرفوا هيك النتيجه بانت انه كيف تجي دوزيام اديسيون هنا السيزيام سات سيزيام اديسيون نورمالمون لازم تكون ناجحه والى حد الان بحول الله ناجحه لحد تو مدة ساعه مازال سويعه ونقول راهي ناجحه 100% ملعب الصولجان تكون عام 93 حل عام في مارس 95 معناها تو تقريبا 23 24 سنه فيه تقريبا 94 هكتار سوبرفيسي فيه خمسة ما يقارب 55 هكتار جازون الجولف عرف برشا تقلبات خاطر يتبع في الساحه خاطر الجولف حساس اكثر من الوتلا الكلينات نتاعو سيتون كلاس بيان سبيسيفيك حساسه برشا بالمناخ حساسه برشا بالسيتياسيون جيو كليماتيك ان شاء الله نقولوا نجحنا في جربه خاصه الشركه نتاعنا الى ميزي على الجولف في جربه بور اتر ان اكسسوار كيفاش نقولوها بالعربية مكمل هذيك مكمل للسياحة بنيوت السياحة البحرية اللي نعرفوها في الفلوت نتاعنا اون باراليل تكونت جمعية في جربة باش نخلقوا نواة نتاع دي جولفور في الجنوب التونسي ان شاء الله هذه تولينا تخدمنا في المستقبل ان شاء الله تخدمنا في المستقبل باش الجولف هذا ينجم يعيش يوليو لاعبين في برشا رياضات اما صحيح هو كي تكون لاعب تكون مسؤول فما حاجه مهمه برشا هو انك نجم تقيم اللاعب نتاع الاولاد الصغار نجم تقيم تكنيكمون ليكيب ناسيونال نجم تقيم معناها الصغيرات اللي قاعدين يطلعوا توا وتنجم معناها تلعب معاهم انت وتشوف لي ريزولتا نتاعهم على دي فيتو فما حاجه واحده اخرى كي تكون مسؤول وتكون لاعب تنجم تمشي تلعب زاد باسم بلادك لبرا مع احنا عندنا حتى دي كومبيتيسيون تاع مسؤولين كي يجيو في البطوله الافريقيه والبطوله العربيه نعملوا كومبيتيسيون تاع المسؤولين وديما الحمد لله تونس تربح فهمتني عندها بوكو دافونتاج كي تكون لاعب وتكون مسؤول لكن اهم حاجه باش نقولها بالفرنسي هي الباسيون يعني انك تبدا مغروم باللعبه وتعطي من وقتك وتعطي من التفكير نتاعك والتخمين نتاعك كيفاش باش تطور اللعبه اللي تحبها في تونس. حاتم اليوم فينا في جربه تحكي انت على التطوير ثاني مره شنو المستوى خاصه جمعيه الجولف بجربه سيرتو تعرف هي التيران لهنا تعرفوا مليح المستوى نتاع اللاعبين اون جينيرال سيرتو اليوم الريحه قل برشا من نهار اليوم. صحيح هو الريح قلقنا شويه البارح اليوم اقل برشا والجولف ديما نقول انا من اللي راد سبور انه كل ما تمشي الجولف يتبدل عليك التيران دونك صحيح الناس اللي تلعب في التيران هنا عندهم ان بوتي افونتاج موش افونتاج كبير تبدا تلعب مليح تنجم تلعب مليح في اي تيران في العالم فهمتني انا نحب نرجع باش نشكر الجولف نتاع جربه والمسؤولين نتاع الجولف نتاع جربه والجرين كيبر والاسوسيسيون على اللي تام نتاع التيران يعني لعبنا في تيران تقول انت تعمل كيف وقت اللي تبدا تلعب فيه ما فيش مشاكل معناها كي تيح كره في بلايص بعيد تنجم تعاود تلعب بكدا هذا حاجه مهمه بالنسبه لنا احنا لتا دو تيران والحقيقه لقينا ترحيب كبير من الاسوسيسيون مدام هنديلي مسيو هنديلي اوسي السيريال المدير نتاع الجولف والجامعة لهنا معناها سي بور فيديغي باش تلم الناس الكل كيما قاعد تشوف اليوم عندنا تقريبا اكثر من 76 شهور جايين من الكل في اطار لعبه
تطلع تهبط ما تكون كان لعبة اللي باش يربح يعطي الصحة واللي مربحش إن شاء الله عنده شيء. هاي كلمة أخيرة اليوم على كلوتير بتاع سيزان، كيفيه تقيم المستوى عامة؟ الجولف متاعنا نجم يقدم أكثر؟ والله صحيح، هذه آخر كومبيتيسيون في السيزون. أنا بالنسبة لنا التقييم ديما إيجابي، مادام فما صغيرات قاعدين يتقدموا يلعبوا في الجولف، مادام فما الكلوب دو جولف قاعدين اليوم يبداو عندهم 10، غدوة يبداو عندهم 15، بعد غدوة يبداو عندهم 20، بالنسبة لنا احنا التقييم ما يكون كان إيجابي. الفريق الوطني متاعنا معناها كسوسوا البنات ولا الأولاد ولا حتى السينيور ولا يعملوا في دي بيرفورمانس برا من تونس، بالنسبة لنا احنا هذه حاجة معناها ان بوان لازمنا نخدموا عليه باش نجموا نقدموا في التطوير نتاع اللعبة هذه. اي سورتو لو نومبر داديرون في الجولف قاعد يتقدم، مادام اليوم يكونوا عندنا 1000 غدوة عندنا 1200 ولا 1300، بالنسبة لنا احنا ما نجموا نكونوا كان ساتيسفي بالموضوع هذا. Club de Djerba. Et là, on va annoncer l'équipe qui a gagné le tournoi, la Coupe de Tunisie. Premier brut. Association de golf de Al-Khaou. سنيش كانت أصعب خاطر مانيش كلي ديما نترينيو بحكم القراية وكل شيء، أما اليوم لعبنا بالملول بدينا سبابا وبعد في الأخر كلي كبسنا رواحنا وشدينا حتى معناها على الانديفيدويل طلعنا كنا سانكيم ولينا دوزيام وسبا. شنو الفرق بين النسخ السابقة ونسخة السنة؟ قبل كانوا عنا أكثر جوارات، تو كلنا مازالوا معناها هزينا خلينا جوارات برشا صغار، مازالوا معناها ما عندهمش إكسبيريونس، وزيد جماعة كانت ما عندها برشا ما تترينيش رجعت تلعب، دونك سنة كنا أصعب من عام ناول ومن قبلها. كيفاش كان فنيا خاصة قالوا لنا فما شوية ريح كان قلق خاصة البارح؟ الجمعة البارح وقت البارح ريحة قوي، أما سافا معناها لعبنا بالبدا خاطر باغ إكيب، حتى كياني نراتي الكويكيبيي نتاعي معناها يسو غاتخاب ويلعبها بالبدا. كنزة بطولة تونس، كاس تونس ومن بعد إن شاء الله بطولة العرب ديجا معناها 2015 هزيتها، وعندي تو عامين ولا ثلاث سنين مانيش قاعدة نلعب بالبدا، عملنا وجي تروازيام وإن شاء الله العام الجاي نخدم يخدم. وتوجنا المرة الثانية بعد ثلاث سنين مع 2016 وأنا مرتبة ثانية في كاس تونس، وكانت لعبة طيارة على الآخر برشا أجواء سمحة. قالوا انتم عاونكم التيران، يعني كنتوا تعرفوا التيران بالجدا كاش عاونكم؟ بالطبيعة التيران يعاوننا، ما زاد في شامبيونا هم يعاون فيه مرة عندنا مرة عندهم، ومرة هذه احنا جمعنا في الكوب الحمد لله. كيفاش كانت الامور الفنية؟ كانت فيا على الاخر، لعبنا باريكيب فرحانين على الاخر، شر مرجيين زاد كان مبروك علينا. جربة قداش انتم من واحد تقريب في اللعب؟ واقع رياضة الجولف في جربة؟ والله رياضة الجولف باهية في جربة ماشية الحمد لله، أنا نعمل في جو باهية، نلعب في البطولة، نلعب في الكاس، ديما مشرفين جمعيتنا والحمد لله. علي شنو عملت لها اليوم باش ربحت؟ اليوم شعللتها الدنيا كلها، دخلتها بعد زدت لهم برشا مونتال، خاصة لعبت برشا على الكوتي مونتال، ومعناها كانت هذيك النقطة الإيجابية اللي خلتنا اليوم نقدموا ونربحوا البطولة نتاعنا بسهولة. كيفاش كانت الامور الفنيه خاصه؟ يعني قالوا جربة عاونها التيران خاطر تعرفوا بالكدا، فما شويه ريح عطل الاخرين، كيفاش كانت فنيا يعني البطوله بالنسبه للتيران؟ نجم نقولوا اللي هو عمل ايجابي في صالحنا، كنا الناس كلها عندها خبره وعندها امكانيات
اكثر من جربه لانه ما اقدم في اللعب من جربه. بقينا احنا عاونا تريان تاعنا شويه قداش نعرفوا اكثر منهم، وبقينا الريح هذاك علينا وعليهم، وهذاك عنصر معنا داخل اللعبه. والحمد لله عرفنا كيفاش نتعامل مع الوضعيه واش غيرنا امورنا، وخاصه بريباراسيون مونتال كانت باهيه برشا، هذه اللي خلتنا معنا باش نقاتلوا بروح قتالي كبير ياسر ونجيبوا الكوب نتاعنا هذه المره الثانيه في تاريخ الجمعيه. الحقيقه المستوى كان طيب، خاصة مشاركة لاعبي المنتخب الوطني اللي شاركوا في كل جمعية. لاحظت اللي المستوى تحسن بارابور على ليزيديسيون اللي تعداو. ان شاء الله الاعوام الجايين يكون احسن، احنا قاعدين نسعاو باش نحسنوا المستوى نتاع رياضة الجولف في تونس. والنسخة هذه تعدات معناتها في ظروف طيبة، وشفت اللي معناتها اللاعبين خاصة المنتخب الوطني قاموا بمستوى طيب في النسخة هذه. تقريبا يعني الواقع نتاع رياضة الجولف في تونس خاصة نشوفوا الأداء تطور، وين نحن من ومنتخباتنا الوطنية في اليوم في المسابقات الإقليمية والدولية؟ والله المنتخب الوطني التونسي قاعد يقدم دوسمو معناتها في المستوى العربي والمستوى الإفريقي بارابور على المغرب اللي هي سبقتنا ديما. دونك احنا قاعدين نخدموا توا باش نجيو في المرتبه الاولى، ومجهودات الوزاره والجامعه التونسيه للجولف ان شاء الله نخلطوا معناتها باش نقدموا مستوى طيب في لي زيديسيون جايين للشامبيون العرب وشامبيون افريك ان شاء الله. رسالتك للناس باش يجيو ويلعبوا رياضه الجولف؟ والله يا مرحبا بيهم، احنا قاعدين نشجعوا في العباد باش يجيو يلعبوا، خاطر رياضه الجولف ديما عندهم ايدي اللي هي سي ان سبور دي ريش مي سي با سي با سي با فري. دونك افيك ان بيتي بيجي نجموا نلعبوا الجولف، لازم يدخل بيبان يدخل بيبان. احنا قاعدين نعملوا توا في دي انيشياتيف دي انيشياسيون دو جولف، وان شاء الله يجيو مرحبا بهم. دونك دون تو لي جولف في تونس يجيو، فما حتى مشكل معناتها يجيو يقابلوا لي برو يقابلوا لي ريسبونسابل، وان شاء الله احنا نفرحوا بهم ونغرموهم الجولف كوم بور دو بون.